مصر تجدد إدانتها للممارسات الإسرائيلية المشينة ضد الفلسطينيين وتتعهد باستمرار جهودها مع الشركاء حتى تقام الدولة الفلسطينية. بلينكن يزور مصر وإسرائيل والأردن وقطر الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. والأمم المتحدة تضع الاحتلال على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال، ترحيب فلسطيني وإدانة إسرائيلية. 9 مساء بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت الجنوب. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري، تحية لكم. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر هي قضية القضايا، فالقاهرة تسعى بشتى الطرق الودية للتفاوض لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة والوصول إلى حلول شاملة وعادلة. منذ العدوان الأخير على قطاع غزة بذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، فضلا عن الجهود الإنسانية التي قدمتها الدولة من خلال فتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. إن التاريخ سيتوقف طويلاً أمام تلك الحرب، يسجل مأساة كبرى عنوانها الإمعان في القتل والانتقام وحصار شعب كامل وتجويعه وترويعه. وأكد مجدداً أن مصر ستظل على موقفها الثابت فعلاً وقولاً برفض تصفية القضية الفلسطينية. واهم من يتصور أن الحلول الأمنية والعسكرية قادرة على تأمين المصالح أو تحقيق الأمن. أكدت مصر أنها لن تتوقف عن إدانة الممارسات المشينة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينها القصف المتعمد لمدرسة تابعة للأونروا بمخيم النصيرات وتنظيم ما يعرف بمسيرة الأعلام في القدس المحتلة. هذا وقد شددت مصر على مواصلتها العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل حماية الحقوق الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيسافر إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل. وأوضحت الوزارة أنه في زيارته الثامنة للمنطقة منذ العدوان على غزة سيجري بلينكن مباحثات مع كبار الدبلوماسيين في مصر وقطر والأردن وإسرائيل. وأشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن الزيارة تأتي في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن الضغط على إسرائيل وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي. ميدانيا استشهد 3 فلسطينيين وأصيب 15 آخرون في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين تابعة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، وذلك في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد يوم واحد من المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في مدرسة تابعة للوكالة الأممية في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران الاحتلال على منزل لعائلة طبش في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. واستشهد فلسطينيان في غارة شنها طيران الاحتلال على منطقة الجعفراوي شرق دير البلح وسط قطاع غزة، وتم نقلهما إلى مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة. قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مناطق في مدينة رفح الفلسطينية. وفي السياق ذاته تواصلت المعارك العنيفة بالأسلحة النارية بين قوات الاحتلال والفصائل الفلسطينية، فيما شنت دبابات الاحتلال عدة ضربات على غرب ووسط رفح الفلسطينية، مما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين الذين حوصروا داخل منازلهم.
أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع إلى 36,731 شهيداً، فضلاً عن 83,530 مصاباً منذ 7 أكتوبر الماضي. في بيانها اليومي أشارت السلطات الصحية في غزة إلى ارتكاب الاحتلال لثماني مجازر ضد المدنيين بالقطاع خلال ساعات 24 الأخيرة، ما أسفر عن 77 شهيداً و221 مصاباً. أشاد المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردين بقرار الأمم المتحدة وضع الجيش الإسرائيلي على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال. واعتبر أبو ردين قرار الأمم المتحدة خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الأطفال الفلسطينيين. من جهته أدان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قرار الأمم المتحدة قائلاً إنه سيؤثر على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة. هذا وتعد القائمة مشمولة في تقرير بشأن الأطفال والصراعات المسلحة المزمع تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يوم 14 يونيو. أفاد موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين وآخر إسرائيلي أن إدارة بايدن حذرت تل أبيب في الأسابيع الأخيرة من فكرة حرب محدودة في لبنان وتداعياتها على الأوضاع بالمنطقة. وقال المسؤولون إن هناك قلقا متزايدا في جيش الاحتلال الإسرائيلي ووزارة الدفاع الإسرائيلية من أن الوضع في لبنان يصل إلى نقطة تحول. وبحسب الموقع الأمريكي تحاول الولايات المتحدة وفرنسا إيجاد حل دبلوماسي لتقليل التوترات على الحدود، لكنهما لم يحرزا تقدما بعد. أعلنت الحكومة اليمنية أن قوات الحوثي اعتقلت ما لا يقل عن 15 موظفا يمنيا يعملون في منظمات دولية من بينها الأمم المتحدة. وقد أوضح مسؤولون يمنيون أن قوات الحوثي اعتقلت 9 موظفين في الأمم المتحدة و3 موظفين في المعهد الديمقراطي الممول من الولايات المتحدة و3 موظفين في مجموعة محلية معنية بحقوق الإنسان. إلى السودان، حيث أفادت مصادر سودانية بمقتل نحو 40 شخصا جراء قصف مدفعي عنيف من قوات الدعم السريع على منطقة أم درمان في العاصمة الخرطوم. يأتي ذلك فيما أشارت المصادر إلى إصابة أكثر من 50 شخصا بإصابات تتراوح بين طفيفة وخطيرة جراء القصف على أم درمان.
أكد برنامج الأغذية العالمي أن هناك مناطق تعاني من خطر المجاعة في الخرطوم والفاشر وولاية الجزيرة ودارفور وأجزاء من كردفان بسبب النزاع. أوضح البرنامج أن المدنيين يعتمدون هناك على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، مشيرا إلى أنه قدم خلال الأسابيع الأخيرة المساعدة لنصف مليون شخص تقريبا في المناطق الساخنة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة العامة الجديدة 2024-2025 مما يهدد بإلغاء العلاج على نفقة الدولة. وشدد المركز على زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بالموازنة الجديدة بنسبة 24.9% لتصل إلى نحو 496 مليار جنيه مقارنة بنحو 397 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، وهو ما يفي بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي، مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون إلغاء، حيث ارتفعت مخصصاتها بالموازنة الجديدة 2024-2025 بنسبة تصل إلى 16.1% لتصل إلى 10 مليارات جنيه و100 مليون جنيه مقارنة ب 8 مليارات و700 مليون جنيه خلال العام المالي 2023-2024. وأوضح المركز أنه يتم تقديم كافة الخدمات الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية بالمجان، مع استمرار الدولة في الارتقاء بجميع المنشآت الصحية ورفع كفاءتها بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. استقبلت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية آخر أفواج حجاج القرعة، وتم تنسيق مع وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية لتيسير كل الخدمات لهم طوال فترة إقامتهم بالمدينة المنورة. وصل إلى مطار المدينة المنورة آخر أفواج حجاج القرعة في انتظارهم ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لتسهيل إجراءاتهم. وتحرص البعثة على تنظيم استقبال لضيوف الرحمن بالمطار بالتنسيق مع السلطات السعودية، وفي مقدمة مستقبل الحجاج مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج الذي طمأنهم على الإجراءات التي اتخذتها البعثة للتيسير عليهم لأداء المناسك. وفرت بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية خدمة نقل حقائب الحجاج حتى لا يتحملوا مشقة نقلها. مع تجهيز حافلات حديثة لنقلهم إلى فنادق إقامتهم بمحيط الحرم النبوي الشريف. هنا ومع وصول الحجاج إلى فنادق إقامتهم تم تنظيم حفلات استقبال لهم بالفنادق ليعيشوا أجواء روحانية تسودها السعادة بجوار الرسول الكريم على مدار أيام قبل التوجه إلى مكة المكرمة تمهيدا لأداء مناسك الحج. على حج مبروك على أمة محمد. مبسوطين ومرتاحين، يعني مش عايز أوصف لك السعادة اللي الناس فيها كلها. كتر خير الداخلية كلها إن هي واقفة الوقفة دي بصراحة. إشادة كبيرة من حجاج القرعة بكافة الخدمات والتيسيرات المقدمة لهم بالمدينة المنورة، بخاصة لكبار السن، والتي هيأت لهم الأجواء المناسبة خلال فترة إقامتهم بالمدينة. نحرص في مجموعة المختارة على توفير أفضل الفنادق وتجهيز الغرف من قبل وصول الحجاج لسهولة تسكينهم في الغرف. نشكر السيد الرئيس ونشكر وزارة الداخلية على الخدمات اللي متقدمة لنا والتيسيرات اللي لينا هنا، وأحلى حاجة إن الفندق جنب الحرم وما بنطلب حاجة من حد ما بيتأخرش علينا. تنفرد بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية بتقديم خدمة حجز الروضة لحجاجها واصطحابهم للصلاة فيها بالتنسيق مع السلطات السعودية، حيث يتم تنظيم مجموعات تحت إشراف الضباط والضابطات والتوجه بهم إلى الروضة الشريفة. نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق الأمين.
واحنا قبل صلاه المغرب وقعدونا صلينا المغرب الاول ودخلنا الروضه بعد المغرب على طول. التعامل مع الحجاج كان جميل جدا في الروضه، بيسمحوا لنا نقعد فتره طويله مش زي اي حد. تستمر التيسيرات والخدمات التي تقدمها بعثه حج القرعه بوزاره الداخليه لحجاجها على مدار الساعه بالمدينه المنوره قبل التوجه الى مكه المكرمه تمهيدا لاداء مناسك الحج. خدمات متكاملة تقدمها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لحجاجها بالمدينة المنورة طوال فترة إقامتهم من خلال مجموعة عمل متميزة من الضباط بمختلف الرتب يسهرون على راحة الحجاج من أجل قضاء أجواء روحانية بجوار رسول الله. من المدينة المنورة، عبد الله بركات، التلفزيون المصري. ومع اكتمال وصول حجاج القرعة للمدينة المنورة تستمر الخدمات المقدمة لهم حتى مغادرتهم إلى مكة. المزيد من التفاصيل يطلعنا عليها الزميل عبد الله بركات موفد التلفزيون المصري. منذ لحظة وصول حجاج القرعة إلى مطار المدينة المنورة وهناك رعاية مقدمة لهم من قبل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، هذا الاهتمام يمتد إلى توفير الحافلات لهم بمجرد الخروج من المطار ونقلهم مباشرة إلى فنادق إقامتهم الموجودة والتي تم اختيارها بمحيط الحرم النبوي الشريف من أجل أن يستمتع الحاج بالتردد على المسجد النبوي والصلاة في الصلوات الخمسة، وهو ما أدى إلى ارتياح كبير بين الحجاج نتيجة الاختيار هذه الفنادق بالقرب من الحرم النبوي الشريف، فضلا عن التجهيزات المختلفة الموجودة داخل هذه الفنادق والرعاية المقدمة للحجاج. الخدمة المتميزة التي تقدمها بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية لحجاجها هي حجز الروضة، حيث يتم بالتنسيق مع السلطات السعودية حجز الروضة للحجاج المترددين على المدينة المنورة، يتم اصطحابهم بواسطة ضباط البعثة حتى الوصول إلى الروضة والصلاة في الروضة الوقت المحدد من قبل السلطات السعودية. كل الحجاج الذين ترددوا على المدينة المنورة تم لهم زيارة الروضة بفضل هذا التنسيق وهذا التجهيز من قبل بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية، وهما أدى إلى الارتياح الكبير بين الحجاج الذين يقصدون الروضة باستمرار، كذلك الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه التجهيزات تستمر حتى بعد تفويج الحجاج إلى مكة المكرمة، هناك استمرار في الرعاية والخدمات المقدمة لهم حتى تمام عودتهم إلى أرض الوطن إن شاء الله. كشفت البعثة الطبية المصرية بمكة المكرمة والمدينة المنورة أن عدد الحجاج الذين تلقوا العلاج بالعيادات وصل لنحو 4900 حاج. أضافت البعثة أن عدد الذين تم احتجازهم بالمستشفيات وصل إلى 23 حالة خرجت منها 7 حالات، وتم عمل الغسيل الكلوي لأربعة حجاج، وقد عقدت البعثة 662 ندوة تثقيفية من فرق الطب الوقائي استفاد منها حوالي 18750 حاجا. وسط هذه الجموع الغفيرة التي جاءت تلبية لدعوة الرحمن بأداء الفريضة، واصلت البعثة الطبية المصرية عملها الليل بالنهار لتقديم خدماتها التشخيصية والعلاجية لضيوف الرحمن، مع عمل متابعة ميدانية من قبل مسؤول البعثة للوقوف على الخدمة الطبية التي تقدم للحجاج المصريين، والتي شاهدت إقبالا وصل لأكثر من 3000 حاج تلقوا الخدمة العلاجية من قبل كوادر طبية. وصل تقريبا المترددين على العيادات أكثر من 3000 متردد ومستفيد. الندوات التثقيفية بتاعت المجموعة زمايلنا بتوع الطب الوقائي مستمرة على كافة الفنادق اللي موجودة، بيتم عمل توعية، بيتم عمل إرشادات لأن درجة الحرارة بدأت تتزايد في الأيام الأخيرة عن سابقتها، فالتوعية مطلوبة عشان طبعا الوقاية خير من العلاج. حالات الغسيل الكلوي أعداد الحمد لله أعداد بسيطة وبيتم متابعتها مع المستشفيات. المديرية الصحة بالعاصمة المقدسة في مكة المكرمة عاملة دعم كبير جدا للبعثة المصرية والحجاج المصريين، والحمد لله الأمور مستقرة بتاعت كافة الحجاج
اللي موجودين في المستشفيات حتى الآن. مجموعة الطب الوقائي الموجودة في البعثة الطبية بتعمل زيارات مستمرة للحالات بعد خروجها من المستشفيات لاطمئنان على صحتهم ومتابعة العلاج اللي هم مستمرين عليه بعد الخروج من المستشفيات. كما واصل فريق الطب الوقائي بالبعثة عمل الندوات التوعوية والتثقيفية للحجاج المصريين فور كل صلاة بمقر إقامتهم، كما تم توفير كافة الأدوية والمستلزمات أولا بأول من خلال المخزون الاستراتيجي والتموين الطبي بالبعثة. بتجيلنا حالات ضغط وبتجيلنا حالات سكر وبتجيلنا حالات خدم سكري بنسبة كبيرة برضو، تقرحات في الرجل وغيارات جراحية ليها، بتجيلنا حالات القولون والإمساك والحاجات دي كلها برضو بتيجي بصورة كبيرة. مع زيادة الأعداد ده بيتم توفير الأدوية من طريق الإمداد الاستراتيجي والمخزون الاستراتيجي من إدارة الإمداد الصيدلي والتموين الطبي اللي موجودة معانا هنا. بنوفر جميع أنواع الأدوية اللي موجودة للحالات اللي ممكن نستقبلها في العيادات، زي أدوية خاصة بالالتهابات، أدوية البرد، أدوية الالتهاب الشعبي، الكحة، أدوية الحساسية، التهابات العين عشان ارتفاع درجات الحرارة، التهابات الجلد، مضادات الحيوية. قبول واستحسان من قبل الحجاج المصريين تجاه أعضاء البعثة الطبية المصرية. ادوني علاج القولون والحمد لله، يعني بتابع وياهم يوميا فأيمين بالواجب 24 إراه. تزين ما شاء الله، انتوا فوق الخيال بجد، الله يبارك لكم ويصلح لكم حالكم. ركب تعبانة، جيت دهنوها لي كريم ودوني البرشام ده. دخلت للدكتور دلوقتي بصراحة، عمل معايا الواجب واداني حبوب وكشف عليها ضغط وسكر وكل حاجة. خدمة ضيوف الرحمن شرف لنا، شعار أصبح واقعا ملموسا لدى أعضاء البعثة الطبية المصرية الذين يواصلون الليل بالنهار لتوفير خدمة علاجية لضيوف الرحمن تصل لمستوى الجودة. محمد حلمي، التلفزيون المصري. تحت مظلة التحالف الوطني تطلق مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية لأهل الزقازيق بالشرقية ضمن مبادرة عينيك فعنينا. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظمت مؤسسة صناع الخير للتنمية قافلة طبية موسعة لأهالي قرى مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية للكشف عن أمراض العيون ضمن مبادرة عينيك في عينينا للحد من مسببات العمى. النهاردة التحالف الوطني ومن خلال صناع الخير وبالتعاون مع أوركيديا للصناعات الدوائية موجودين بمبادرة عينيك في عينينا في قرية الغار مركز الزقازيق في محافظة الشرقية. النهاردة القافلة رقم 2112 التحالف الوطني ومن خلال صناع الخير وبالتعاون مع أوركيديا بنحتفل بتخطي عتبة المليون مواطن مستفيد من مبادرة عينيك في عينينا. بننزل القرية طبعا على حسب برضو مساحة عدد سكانها وكده ومساحتها، بنختار القرى اللي هي الأشد فقرا، بننزل نعمل كشف طبي ومسح شامل في كل سكان القرية. الخدمة الأكبر إن العمليات كلها بتبقى مجانية، سواء مثلا محتاجين مثلا عمليات في القانية أو عمليات في الشبكية سواء حقن أو كده أو عمليات المية البيضاء أو عمليات الحول، أيا كان العمليات المريض محتاجها بيتم إجراءها بشكل مجاني بالكامل. احنا في الفترة الأخيرة هنا لقينا بعض الأهالي بتعاني من مشاكل في العيون بكثرة، فتواصلنا مع مؤسسة الخير من خلال المهندس مصطفى زمزم، والراجل لبى النداء ولبى طلب أهالي القرية، وحضرت القافلة النهاردة بكامل الطقم بتاعها. بناخد الحالة، بتخش من الأول بداية، تسجل تذكرة، رقم تليفون، البطاقة، تخش نفحص الحالة بالكشف حضرتك، واللي ليه نظارة بتتعمل له نظارة، اللي ليه علاج بياخد علاجه. كشفنا الحمد لله، ولا خدوا فلوس ولا خدوا أي حاجة من، وشافوا عيني وكل حاجة. جيت النهاردة فصلت النظارة ومجانا من غير حاجة خالص، صورة البطاقة بس، وعمل نظارة عشان عيني، وربنا يخلي كل اللي بيمشوا بيتلقير. مبادرة عينيك في عينينا هي جزء من الجهود المتنوعة التي يبذلها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لرفع مستوى الرعاية الصحية للمصريين خصوصا في القرى الأكثر احتياجا. أطلقت مؤسسة حياة كريمة مشروع صك الأضحية للعام الثاني على التوالي بأعلى جودة لحوم وأقل سعر للصاق.
جاء ذلك بعدما نجح المشروع الموسم الماضي في توصيل اللحوم لأكثر من 125 ألف أسرة مستحقة. وتضمن مؤسسة حياة كريمة توفير أفضل أنواع اللحوم البلدي من سلالات أبقار مميزة في مزارع المؤسسة، وبإشراف بيطري وفني كامل على كل مراحل التربية والتغذية السليمة لضمان لحوم بجودة عالية وزيادة نسبة اللحوم الحمراء. وأعلنت المؤسسة أن لديها قاعدة بيانات كبيرة من الأسر الأكثر استحقاقا في كل محافظات الجمهورية يتم الوصول إليها، بالإضافة إلى قيام المؤسسة بتحديث البيانات بشكل مستمر. أهلا بكم من جديد. تقوم مؤسسة أبو العينين الخيرية إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بتجهيز 1200 أضحية من اللحوم لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا. يستهدف التحالف الوطني دعم الأعمال الخيرية وتقديم المساعدات للفقراء والأكثر احتياجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. النهاردة أول يوم إن شاء الله توزيع اللحوم. طيب احنا 10 ايام جاهز الموسم ده، احنا تقريبا 700 عجل، احنا مترجتين 1200 عجل. بيتم انتقاء ذبحها وفق الشريعه الاسلاميه مع مراعاه الهيجين، اقصى درجات النظافه، التنظيم. حضرتك شوف طبعا في المجازر جوه بيتم الذبح ويتم السلخ ويتم تشميع اللحمه البلدي كده يعني، ثم تغليفها باكينج تمام وضعها في ثلاجات الحفظ، ثم بيحضر المواطن او المستحق، بيتم دخول بياناته على السيستم وتسجيلها بالقبول وبيحصرف على طول. موضوع منظم جدا وفي يسر تام جدا لاهالينا. طبعا الخير مش في الجيزه بس، في كل انحاء الجمهوريه، منيا، اسيوط، شرم الشيخ، مرسى علم، مرسى مطروح، الاقصر. انا سعيد جدا بالفرصه هنا عشان اشوف كيف تعمل المؤسسات في مصر واقارن وما هو الفرق بين المؤسسات في مصر والمؤسسات في فرنسا والنمسا. اكتشفت ان مؤسسه ابو العينين من اهم مؤسسات في مصر وللمجتمع المصري، وهذا اول مره في حياتي اشوف مؤسسه تقدم مساعدات كبيره هكذا للناس. 250 الف كيلو لحم للناس. انا سعيد جدا ان اشوف كيف مساعدات كبيره هكذا يعني يساعدوا كل العائلات في الجيزة. أنا متطوع، معايا 40 فرد متطوع، تمام، جايين النهاردة مؤسسة أبو العينين تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، جايين بتعليمات الأستاذ محمد أبو العينين والأستاذ سمية إن إحنا ننظم أهالينا هنا ونسهل عليهم التوزيع، تمام، بجانب إن إحنا بفضل الله معانا مجموعة تانية بتمر على المزارع تمام، بتنقي أفضل سلالات للحوم البلدي، تمام، وبفضل الله بنوزع
بنوزع كمان مع على اهالينا هنا مع اللحمه سلع تموينيه. تبعاها من سنين طويله بصراحه، خدمات اجتماعيه، علاج، ظروف اقتصاديه بيساعدوني انا وبنتي كمان، فبقالي سنين معاهم لان انا من المنطقه دي بقالي 30 سنه. فاحسن جمعيه خيريه بتاعت الحاجه ابو العينين صراحه. يعني بنطلب منهم حاجه بياخدوا المستندات ويتاكدوا من الكلام بينفذوا على طول بصراحه. من ساعه ما بدا واحنا معاه، ومن ساعه ما بدا ومش ما بينساش موسم بصراحه، يعني احنا على طول معاه وبنجيله، ربنا يبارك له، هو راجل خير جدا في ميزانات في ميزان حسناته. أعلنت جامعة طنطا عن عدد من القوافل التنموية الشاملة التي نظمتها على مدار 3 سنوات ماضية ضمن فعاليات دعم المبادرة الرئاسية حياة كريمة والخدمات التي تقدمها للمواطنين. استطاعت الجامعة خلال 3 سنوات الماضية تنظيم 1200 قافلة طبية قدمت خدمتها لأكثر من 900,000 مواطن بالقرى الأكثر احتياجا بالغربية والمحافظات الحدودية. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت. ومع نهاية أخبارنا إليكم تذكرة بالعناوين. مصر تجدد إدانتها للممارسات الإسرائيلية المشينة ضد الفلسطينيين وتتعهد باستمرار جهودها مع الشركاء حتى تقام الدولة الفلسطينية.
بلينكن يزور مصر وإسرائيل والأردن وقطر الأسبوع المقبل لمناقشة اقتراح بايدن لوقف إطلاق النار في غزة. الأمم المتحدة تضع الاحتلال على قائمة مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال مع ترحيب فلسطيني وإدانة إسرائيلية. نشرة التاسعة انتهت، ولكن هواء التاسعة لازال يتواصل مع هدير أبو زيد. مساء الخير يا هدير، وأهلا بيك. مساء الخير يا يوسف، مساء الخير يا ريهام. ويمكن الفرحة لسه من امبارح مأثرة علينا كلنا، وإن شاء الله يعني نتمنى أكتر وأفضل الماتش اللي جاي مع غينيا بيساو إن شاء الله، والجماهير كان شكلها هيفرح، والناس جداً يعني جداً نامت امبارح بعد الماتش وفرحانة. أهم شيء الجماهير امبارح بصراحة، عودة الجماهير طبعا، وعودة الشناوي بعد الإصابة، يعني مكاسب كتيرة خرجت منها. أعتقد أن ده هيبقى موضوع أساسي أنت هتتكلمي فيه النهاردة إن شاء الله. أكيد هنتكلم فيه، وهنتكلم عن كمان الماتش اللي جاي وتحضيرات العميد حسام حسن للماتش اللي جاي مع المنتخب. كل التوفيق، كل التوفيق ليكي هدير. بشكركم، بشكر كل صناع نشرة التاسعة، واستأذنكم نبدأ حلقة.